تيك توك يتحدى كورونا. بنقدر نقول إنه تيك توك من أكثر المشاريع اللي استفادت ولمعت خلال فترة فيروس كورونا. فتخيلوا إنه صار ثاني أكثر الأبليكيشنز المجانية اللي بينعملها داونلود مع أكثر من مليار شخص حملوه. ولا أروع مني. تعملي إيه؟ سافرة. سافرة فين؟ وعلى هالتطبيق صار في أكثر من تشالنج وهاشتاج بيعكسوا الواقع اللي عم بنعيشه وكانوا فايرل هالفترة. فتصدر هاشتاج Workout From Home قائمة الفيديوهات الأكثر تفاعلاً بحوالي 545 مليون مشاهدة. أما هاشتاج أنا رايح فين كان الساوند الأكثر استعمالاً بالفترة الأخيرة واللي بيعبر عن الحالة اللي عم بنعيشها، فوصل عدد المشاهدات لأكثر من 104 مليون وشارك فيه عدد كبير من المشاهير. أنا رايح فين؟ أنا راجع فين؟ وبالرغم من أنه هالمنصة للترفيه إلا أنه عدد كبير من المشاهير أطلقوا هاشتاج Thank You Heroes كتقدير لأبطال الصف الأول في مواجهة كورونا، وهم الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي. فشفنا يارا، أحمد حلمي، عمرو سعد، ومحمد قيس بفيديوهات متنوعة وصل عدد المشاهدات ل 99 مليون. كرميكم نحن بقيين بالبيت. شكراً لكل الأبطال اللي واقفين يتصدوا للأزمة اللي احنا فيها. شكرا للأبطال. وبما انه الكل عم بيجرب يحافظ على رشاقته وصحته، فمن الطبيعي انه هاشتاج healthy at home يكون ترند بأكثر من 90 مليون فيوز. اما كوارنتين كاركتر واللي من خلاله بتقدر تختار الشخصية اللي بتشبهك بالحجر المنزلي وصل لل 25 مليون و 700 ألف مشاهدة. وب 23 مليون و 500 ألف مشاركة وبفرصة لتربح تليفون آيفون 11، قدر هاشتاج فوتبول كويز إنه يجمع بين التسلية والاستفادة بنفس الوقت. يلا عمال داب تعمل داب. وبما أنه المشاهير معودين على السفر الدائم، قررت إليس عبد العزيز أنها تسافر من البيت عبر هاشتاج Travel From Home اللي حقق أكثر من 28.4 مليون مشاهدة. وشفنا أكثر من فيديو كرياتيف. طيران الإمارات، رحلة رقم 1 2 3. والنجوم مو متعودين بس على السفر وإنما الاهتمام بإطلالاتهم، لهيك شارك سيف نبيل بالهاشتاج Style and Dance اللي صار محقق لهلأ أكثر من 20 مليون فيوز، وشفناه عم يرقص بأكثر من لوك.